رحيم، اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي قناه كره لوكر. النهارده هنتكلم عن اللاعب ريان القحطاني، كما عودناكم عن سلسله حلقات اللاعبين الدوليين والمحليين وابرز التفاصيل والمعلومات والتقارير عنهم. النهارده معانا ابرز تفاصيل والمعلومات عن اللاعب ريان القحطاني. ريان منصور القحطاني ولد 30 سبتمبر عام 2001، عمره 21 سنه. مركز لعبه هو مهاجم، جنسيته هو سعودي الجنسية، يلعب حاليا مع نادي دمك برقم 99. ومسيرة ريان منصور الشبابية، كان يلعب مع نادي دمك عام 2021. بشكركم أعزائي المشاهدين، وبتمنى دايما إن أنتم تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.